يقول: ما معنى الغلول، وهل يشمل هدايا العمال والاتصال من أجل ذلك العمل، وكيف أتوب منه؟ الغلول أن تأخذ شيئا من بيت المال بدون إذن ولي الأمر، تولى شيء من أمور الدولة وتأخذ بدون إذن من ولي الأمر، هذا غلول. أو من الغنيمة في الجهاد تأخذ شيء قبل القسمة، هذا غلول، فلا يجوز. وكذلك هدايا العمال غلول، يعني الموظفين، هدايا العمال يعني الموظفين غلول والعياذ بالله، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فلا يهدى للموظف لأنه هذا رشوة، الهدية هي رشوة غلول. لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، هي كبيرة من كبائر الذنوب. فالموظف والمسؤول لا يهدى إليه ولا يرشى، ويجب عليه أن يقوم بالعمل ويكتفي براتبه الذي يعطيه له ولي الأمر.